ليه تستغرق خطبة ولا محاضرة في الحديث عن القبور، عن شرك القبور؟ ليه؟ ايه ده؟ ممكن تنبه وتذكر بشرك القبور تذكرة عامة سريعة عابرة، لكن لا ينبغي ان تستغرق الوقت كله في موضوع لا علاقة لك ب... لا علاقة لا وجود له في واقعك انت اصلا كداعي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الدعاة يقول إنه لا ينبغي للداعية أن يطيل الكلام على شرك القبور، وأنه يكفي فيه كلمة عابرة سريعة تذكرة فقط، بحجة أن شرك القبور لم يعد موجودا الآن، وأنه ليس أعوذ بالله لم يعد موجودا الآن، وهل يفعل الآن في الأمصار والشغل؟ ما هو بعبادة للقبور؟ هذا يجحد الواقع، أما أنه جاهل وإلا أنه مغالط. هم يقولون، هذول يقولون الآن حاربوا شرك القصور واتركوا شرك القبور، يقولون هذه المقالة، يعني عليكم بالولاة والسلاطين واتركوا المشركين عند القبور، لا تقولوا لهم شيء. شرك القصور لا شرك القبور. نعم.